عبر الهاتف من القدس الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حمادة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. ما هي المفاجآت المتوقعة وكيف تبدو الأمور خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة؟ هل ما زال هناك المزيد من المفاجآت والتكتيك الجديد لحركة حماس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أتحدث باسم حركة حماس عن القدس من قلب غزة. فيما يتعلق بمجريات معركة طوفان الأقصى المباركة والتي انطلقت منذ لحظتها الأولى بعامل المفاجأة الكبير الذي صدم هذا الاحتلال، والذي يعني أثبت لهذا المحتل ولكل من كان يراهن على أن الشعب الفلسطيني وأن أبناء الشعب الفلسطيني أحفاد الذين هجروا من أرضهم سوف ينسون، لم ينسوا. وهذه هي النتيجة، أن المقاومة جاءت بكل هذه القوة، جاءت بهذه المفاجأة، لكن أيضا جاءت بتخطيط عالي جدا وبتكتيكات مدروسة وبخطط ليست ارتجالية وإنما مبنية على ما تفوق على الاحتلال في كثير من المحطات، وخاصة الجانب الاستخباري والجانب التكنولوجي. ومن هنا نحن على ثقة بالله عز وجل وبه المقاومة بأنها عندما انطلقت في هذه العملية المباركة لم تنطلق وهي لا تعرف على أي أرض تمشي ولا في أي بركة ستغوص، هي تعرف جيدا مسارها وقد وضعت خطط لكل سيناريو محتمل وقابل الأيام كيف سيكون الواقع وكيف سيكون الحال. أظن أن الميدان سيتحدث جيدا، لكن بكل ثقة نقول بأن النتائج سوف تكون لصالح المقاومة ولصالح شعبنا الفلسطيني، هذا الشعب الذي بقي على هذه الأرض متجذرا لأكثر من 70 عام تحت آلة النازية الصهيونية القاتلة ولم يتزحزح، بل على العكس بنى هذه القوة وجاء في لحظة واحدة ليعصف بكل نظريات الاحتلال الأمنية وبكل جانب قوة معنى وثانية تغنى فيه الاحتلال، أصبح كالعصف المأكول تحت أقدام المجاهدين. طيب، أشرت إلى نقطة مهمة وهي التخطيط الذي كان ما قبل هذه العملية طوفان الأقصى. لا شك بأن هذا التخطيط أخذ بعين الاعتبار التصعيد وردة الفعل الإسرائيلية استمرارا لهذه العملية تحديدا. واحدة من المعطيات وواحدة من المقترحات التي تدور لربما في الشارع الإسرائيلي وتحديدا في بيوت والمطابخ السياسية هي اجتياح غزة بريا. ما رد الفعل؟ وهل هناك خطة واضحة من قبل حماس للتصدي لهذه الخطوة إن أقدمت إسرائيل عليها؟ يعني أظن أن من خاض هذه المعركة تحت هذا البند من تخطيط دقيق كان قد استعد جيدا لكل السيناريوهات ووضع لكل حالة خطة للتعامل معها، بل خطط للتعامل معها، خطط وخطط احتياطية لكل سيناريو من السيناريوهات. نحن أمام ما شاهد كل مشاهد العالم بأسره، هذا البيت من ورق الذي تهاوى تحت أقدام المجاهدين ما أن دخلوا وتخطوا السلك الفاصل من قطاع غزة عند الحدود الشرقية ودخلوا على هؤلاء الجنود الذين كانوا يسوقون أنفسهم أنهم الجيش الأقوى والذي لا يقهر، وهذا الجيش الذي يملك كل هذا العكاز وكل هذا السلاح، وهرب هؤلاء الجنود أمامهم، هو اقتحموا عليهم مواقعهم، اقتحموا عليهم استحكاماتهم ودخلوا عليهم إلى قلب منظوماتهم واستعداداتهم واستنفاراتهم الأمنية وانسحبوا، وكانت هذه الهزيمة. فلا أظن بأن النتيجة ستكون لصالح هذا المحتل إذا ما أراد أن يراهن على عكس الصورة وأن يأتي هو بقوات برية ويدخل إلى اقتحام بري. لكن بكل الأحوال أظن أن حتى مجرد سيناريو الهجوم البري هذا لابد أنه كان وارد لدى المقاومة وأنها استعدت له جيدا. نعم سيد محمد، العديد يقولون بأن ما حدث هو بسبب فشل استخباراتي إسرائيلي،
ولكن لا يقولون عن التطور في خط المقاومة لدى الجناح العسكري لحركة حماس. نعم، يعني سؤال جيد وتوصيف دقيق. المسألة ليست أن المقاومة اعتمدت على فشل استخباري لدى الاحتلال فاغتنمت فرصة، وإنما الفشل الاستخباري هو نتيجة خططت لها المقاومة جيدا. الفشل في الاستخباري لدى الاحتلال جاء نتيجة لتلاعب المقاومة في هذا المحتل على مدى أشهر طويلة، كانت قد أوهمت هذا المحتل وأوهمت كل جهة يمكن أن تساعد هذا المحتل استخباريا بأن اتجاهها في جهة الغرب، ليتفاجأ بأن القوات تتحرك في جهة الشرق. ومن هنا فالفشل الاستخباري والفشل التكتيكي لدى هذا الاحتلال، الفشل العملياتي، كل هذه هي نابعة من إبداع المقاومة في الاستعداد لكل هذه المستويات والتعامل مع كل هذه الحالات. طيب، بنقاط واضحة، هل تتوفر لديكم أي معلومات حول المواقع التي يخوض فيها المقاومون المسلحون الفلسطينيون معارك مع القوات الإسرائيلية؟ وكان حديث قبل قليل عن المستوطنات في غلاف قطاع غزة، وحديث عن قتلى جدد في صفوف جيش الاحتلال، وأيضا أسرى من الجنود. نعم، يعني نحن في خضم المعركة، أي معلومة من ميدان المعركة نستقيه من البيانات العسكرية الرسمية، وخاصة من الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة. نعم. والذي قال بشكل واضح أن القسام حتى هذه اللحظة يقوم بعمليات سحب وإمداد قوات، ويقوم بعمليات تزويد القوات الموجودة في داخل الكيان بكل ما يحتاجون من عتاد ومن غذاء، وقد نجحت مجموعات جديدة لا زالت موجودة هناك من أسر جنود. نعم. بمعنى أن المسألة ليست فقط أنهم ينجحون في اشتباكاتهم وفي قتل جنود الاحتلال، وإنما أثروا من جديد وانسحبوا. هذه الصورة حتى اللحظة التي يمكن أن نتحدث عنها في تفاصيل ما هو موجود في الميدان، الأمر متروك للمقاومة التي تقدر وفق ما يسمح الميدان ما الذي يمكن أن يسمح بالحديث عنه وما لا يمكن. طيب سيد محمد، هل تلقيتم اتصالات لوساطات للوقوف حول ما يحدث من اشتباكات وما يفعله أو ما تفعله المقاومة حماس؟ يعني حتى اللحظة المقاومة وحركة حماس ومعها كل الفصائل الفلسطينية منشغلة في معركتها وفي أهداف المعركة. نعم. يعني عندما بدأت معركة طوفان الأقصى يوجد أهداف واضحة أعلن عنها القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام أبو خالد الضيف، والتي على رأسها المسجد الأقصى المبارك والأسرى وحريتهم وكذلك حصار غزة. ومن هنا فإن المعركة عندما تنطلق لا يبدأ التفكير في ماذا يمكن أن تقدم. يعني هل كان هناك اتصالات أم حتى اللحظة لا يوجد معلومات عن محاولات من وساطات أو تواصل من أي دولة ما من أجل الوصول إلى اتفاق ما. طيب، بالعودة مرة أخرى إلى الخطط الموضوعة لهذه الهجمة الفلسطينية وطوفان الأقصى، هذه العملية الفلسطينية، هل كان بالحسبان وهل وضعت حماس بالحسبان دعم عسكري أمريكي لإسرائيل، أم أنه كان أمرا مفاجئا؟ لا، يعني فيما يتعلق بالموقف الأمريكي لا يوجد أي شيء مفاجئ، لا من إعلان الرئيس الأمريكي ولا من مواقف الولايات المتحدة بعد ذلك مع هذا الاحتلال، بما في ذلك الدعم العسكري. لا يوجد معركة خاضتها المقاومة من غزة، ولا يوجد شهيد ارتقى في فلسطين كلها من شمالها إلى جنوبها إلا ورب كانت الرصاصة التي اخترقت جسده أو القذيفة أو الآلية التي استخدمت هي عتاد أمريكي خالص. فلذلك هذه ليست مفاجأة أن يتم إمداد الاحتلال بمزيد من العتاد، وحتى لو كان الحديث عن شكل جديد بأن تأتي ناقلة إلى حدود الكيان من أجل دعم الكيان، هذا كله لا يفاجئنا. نحن نخوض المعركة
وسط معرفة جيدة بأن الاحتلال يحظى بدعم كامل من المجتمع الدولي، يحظى باصطفاف كامل من الولايات المتحدة إلى جانب هذا المحتل، ويحظى للأسف الشديد من اتفاقات، من بعض الاتفاقات كانت بينه وبين بعض الأنظمة العربية. من هنا طيب عند هذه النقطة لم يكن أمرا مفاجئا في الدعم العسكري على وجه الخصوص، كان سؤالي سيد محمد، هل وضعت حماس من ضمن خططها كيفية التعامل مع هذا الأمر ومواجهة هذا الأمر في ظل الدعم الأمريكي العسكري؟ يعني أظن بأن المسألة هي مبنية على ذات الخطط. الآن المواجهة بين المقاومة وبين الاحتلال، وأرض المعركة هي أرض فلسطين، والعدو الذي نواجهه بشكل مباشر هو هذا العدو الصهيوني. الآن إذا ما تزود بعتاده من أي دولة، إذا جاءه عتاد جديد من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا لن يضيف أي شيء. الخطط موضوعة للمواجهة واستمرار المعركة إلى أن يتحقق النصر بإذن الله عز وجل، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يفتح باتجاه فتح صراع جديد مع أي جهة أخرى. لكن المسألة متعلقة بأن الخطط الموضوعة هي خطط موضوعة لمواجهة هذا الاحتلال، والمقاومة جاهزة لمواجهة هذا الاحتلال مهما تزود بأي سلاح. نعم. من أي دولة تريد أن تدعم هذا المحتل. نعم، متى سيتم الإعلان عن العدد الرسمي للرهائن والأسرى لدى حركة حماس، أم أن الموضوع سيبقى مستمر فيما يخص المزيد من الأسرى والمزيد من الرهائن؟ يعني من الواضح بما أن المعركة مستمرة، وبما أن النتائج ليست ثابتة حتى هذه اللحظة وهي متحركة في كل وقت وفي كل دقيقة، لذلك من الواضح أيضا أن قيادة ميدان المعركة وكتائب الشهيد عز الدين القسام تقدر بأن الإعلان عن مثل هذه الأرقام هذا ليس أوانه، ومتى ما كان الأمر يسمح سيتم الإعلان بشكل واضح وبشكل تفصيلي عن ما لدى المقاومة من أسرى والعدد الذي ربما سيفوق تصور أي أحد بما لدى المقاومة من أسرى وبما لدى المقاومة من نخبوية هؤلاء الأسرى بين قوسين إن صح التعبير، بمعنى رتب ومستويات عالية جدا في الجيش الصهيوني. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذا الحديث من القدس، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حماد.